السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445. وسرنا الليلة في التمهيدات والمقدمات، وصلنا إلى المقدمة السادسة، وكانت بمعرفة رمضان، فهم العبادات المشروعة في رمضان. وذكرنا أنك إذا صمت فاجعل الهدف من الصيام نصب عينيك. الهدف من الصيام، كتب عليكم، قال الله جل جلاله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصيام إحراز التقوى لتكون من المتقين. ما هي التقوى؟ قلنا نسوق كلام للشيخ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى حين قال: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يعني هم بيعدوش يدوروا على التقوى إزاي يبقوا متقين، ربنا بيزرع فيهم التقوى. قلنا الإخلاص ثلاث درجات: مخلص، وده اللي بيعاني في الإخلاص عشان يبقى مخلص، ومخلص اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه، والثالث خالص اللي ربنا استخلصه، فبقى لا بيعاني ولا يدري، هو خالص لله. مخلص، مخلص، خالص. كذلك نفس الشيء هنا في التقوى دي، في ناس كده ربنا بيديهم التقوى هبة محضة، يبقى تقي. علامته ايه؟ قلنا التقوى دي تعمل فيه ايه؟ الشيخ مصطفى صادق الرافعي بيقول ايه؟ ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تكسر النفس كما يكسرها المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله. ثلاث حاجات عجيبة جدا. تلاقي التقي ده منكسر كده زي المريض. بيقولوا في حديث ان سيدنا موسى عليه السلام في الإسرائيليات قال: يا رب، أين أبغيك؟ أين أجدك؟ قال: يا موسى، ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. انكسار القلب لله ده معنى ربنا بيحبه، نبقى إنسان منكسر لله. العلماء بيقولوا المنكسرة قلوبهم من أجله دي مثالهم المريض. قال الله: عبدي مرضت فلم تعودني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، لو عدته لوجدتني عنده، عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. المريض التقي لما بيمرض بينكسر لله، ما بيجريش على العلاج وعلى لا 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 لا، ده هو أوى إلى الله.
فآواه الله. فلذلك أول حاجة في التقوى أنك تكسر النفس، تلاقيه منكسر كده تقول له مالك؟ فيش حاجة، أنت مريض؟ لا لا لا، أمال مالك؟ ولا حاجة والله، أنا شوية كده منكسر. اتنين، تصرف عن الشهوات. المريض لما يقدموا له حاجة يأكلها يقول ايه؟ ماليش نفس. هو كده التقي، ملوش نفس يتناول الشهوات. يعني لما يجي واحدة حلوة تعدي من قدامه هو ما بيعملش كده عشان ما يبصلهاش يعني، لا، ده هو مالوش نفس يبص الأشكال، مالوش نفس. بيقال لسيدنا مين؟ حذيفة رضي الله عنه، ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ قال رحمة ربي. هو ده أكلة حلوة؟ لا لا لا، ماليش نفس. واحدة حلوة؟ ولدي. قرشين كويسين؟ لا خالص، ما انا عايز ايه؟ ربنا يرحمني. لا ده الأعجب منها بقى حاجات تانية. ما تشتهي؟ قال ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. ما تشتهي؟ أن أقوم حتى يشتكي صلبي. نفسك في إيه؟ أقف لحد ما يجي لي انزلاق غضروفي حتى يشتكي صلبي. هو ده التقي. فنمرة واحد، تكسر النفس كما يكسرها المرض. اثنين، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله. بيقولوا له معاك عربية كحيانة، نجيب لك عربية كويسة شوية. قال إن هين توصل للجنة أسرع. هي دي، ترد الشيء من وهمه إلى الأصل. إيه؟ إن أنا عايز حاجة تساعدني على طاعة الله، إن هين تساعد أكتر. هو ده اللي توصل إلى الجنة أسرع، هو ده. فكل شيء عنده بترده من وهمه، وهم واو حاجة إلى أصله. حتى الصفيح بيقول لك إن الشيخ الشنقيطي، ما بقول لكوش يبقوا كده يعني، بس مثال يعني، الله يرحمه رحمة واسعة، بتاع التفسير، كان عايش في المدينة، فكانوا بيقولوا له إيه الفرق بين الورقة دي؟ وروا له ورقة بخمسة ريال ورقة بخمسمية ريال. قال له إيه الفرق بين الورقة دي والورقة دي؟ يعني ورقة، دي ورقة ودي ورقة، فيش فرق. الفلوس دي عنده ورق، شوية ورق، ملاش لازمة، ملاش قيمة. عشان كده ربنا قال إيه في مسألة القيمة؟ قال المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير. فالمال والبنون زينة وليس قيمة، تقيم بهما الأشخاص ولا الأشياء ولا الحياة، وإنما زينة منظر. القيمة الحقيقية في الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات هي دي القيمة، قيمتك على قد الباقيات الصالحات فيك. لذلك نرجع تاني بقى لقضية التقوى، إن تحطه قدام عينيك. أنا صايم ليه؟ عشان أبقى تقي. فوانا صايم قلت لهم في الحج، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، إن يبقى الواحد التقوى إن يبقى محسوك. يعني إيه؟ هو في اكتشف بعد الإحرام في ودنة، عارفين الودنة؟ حتة ضفر كده في صباعه بعد ما قص ضوافره، حتة ودنة فضلة مضايقاه، بتشكه يا شيخ قطع الودنة دي؟ هو لو قطعها ده ما قصش ضوافره، ما يجراش حاجة، يجوز. لكن
الحسوكة بقى والتقوى ما تقطعهاش، خليها مضايقك كده لاخر اليوم لحد ما تتحلل. هي دي الحسوكة، دي اللي هي التقوى بقى، ان اعمل كده ولا كده. هقول لك حاجة عشان نختم بيها بقى الحلقة دي. أي الأمرين أحب إلى الله؟ إن تبقى دي يافطة فلاش كده قدام عينيك، كل ما تيجي تعمل حاجة تسأل نفسك، ها أي الأمرين أحب إلى الله، أعملها ولا سيبها؟ هي دي تبقى قدامك في كل أمور حياتك، هي دي سبيلك للتقوى، الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. عبادات المشروع في رمضان، رمضان شهر القرآن، كثرة الختمات، رمضان شهر القيام والتراويح والتهجد والصلاة، رمضان شهر الدعاء والقنوت. لما تبص الآيات الصيام كده من أول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبعدين تيجي في الآخر أحل لكم ليلة الصيام الرفث، لحد الآخر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، في الوسط تتلألأ آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني هتلاقي الآيات كده، كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا سألك عبادي أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إيه اللي حط دي في الوسط؟ شهر رمضان شهر الدعاء، للصائم دعوة مستجابة في السحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الدعاء، إنك أنت برضو، أنا بحب إن الدعاء ما يبقاش الهيصة بتاع القنوت آمين، ويبقى الإمام يقعد لا، أنت كل واحد بينه وبين ربنا أسرار، هو ده أسرار المحبين في رمضان، إن اللي بيحب ربنا، الأحباب المحبين بينهم وبين بعض أسرار، في حاجات ما ينفعش إن أنا أدعي وإنت تقول أمين، لا ده أنا بقولها بيني وبين ربنا كده، بيني وبينه في السر، وأنا ساجد أوشوش الأرض، وأنا رائد على جنبي قبل النوم أحط بقي في المخدة وأقول، وأنا كده أحيانا وأنا بشرب أقول في الكوباية واشربها. لازم يا ابني يبقى بينك وبين ربنا أسرار. حبيبك قلتلكوا كتير زمان كتير، ومش عايز اقول الكلام ده عشان شكله وحش خالص، ان الغرب كفار، تلاقي بيربي كلب ولا بيربي قطة بيسميها ده حامل الاسرار، ان بيقعد يحكي للكلب. انت احكي لربنا، اشكي لربنا، اتكلم مع ربنا، قول أسرارك لربنا، قول همومك لربنا، قول مشاكلك النفسية وعقدك لربنا، قول كل حاجة، قول كل حاجة، وهو سميع قريب، ما بيقفلش بابه أبدا ليل ونهار، وانت واقف تصلي أو انت ساجد أو انت قاعد أو انت رائد أو انت ماشي أو انت واقف أو انت فوق السطوح أو انت جوه الأوضة أو انت قاعد على الكنبة أو انت بتتقلب على السرير، اتكلم 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 مع ربنا واحكي له
يعجبني جدا 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 وبستمتع بكلام سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا هب لي من لدنك وليا هب لي من لدنك وليا هب لي من لدنك وليا يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. حكى قصة حياته وقال كل مشاكله وقال كل طلباته بهدوء نادى ربه نداء خفيا. تعرف تعمل كده؟ يلا نعمل كده. أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.